قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. سادات الأولياء أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بسلامتهم من الشرك الأكبر والأصغر. نعم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان شرك أكبر أو أصغر، فإذا مات نسأل العافية والسلامة على الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، وإذا مات نسأل العافية والسلامة على الشرك الأكبر يخلد في النار خلود أبدي، وإذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة سواء كان من الشرك الأكبر أو الأصغر تاب الله سبحانه وتعالى عليه. لعموم قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لابد أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به أكبر وأصغر إذا مات عليه ولم يتب نسأل العافية والسلامة، ويغفر ما دون ذلك من الصغائر والكبائر. قلنا على قول والكبائر لابد لها من توبة خاصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها، ولقول عليه الصلاة والسلام الجمعة على الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. لابد أن يتوب من الكبائر. نعم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال الخليل عليه السلام، قال الخليل كأنه ينبهك يقول هذا خليل الرحمن أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أثنى الله عليه، وإبراهيم الذي وفى كسر الأصنام بيده ومع هذا يخاف، إذن أنت من باب أولى. فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي يا رب اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر، لا أريد أن أراهم فضلا أن أشارك هؤلاء في أعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم والشركيات والبدع واللباس والنظر إليهم نظر إعجاب كالنظر مثلا لكأس العالم المصارعة الحرة وما إلى ذلك. نعم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا نبي عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي، فالطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى طريق واحد، هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح، وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. إذن الطريق الموصل إلى الله طريق واحد وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا الشرط الأول من شروط الدعوة الإخلاص، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمتبع حقا للنبي صلى الله عليه وسلم لابد يدعو لما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، وكان ينهى عن الشرك حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام وقبل أن يموت بخمس عليه الصلاة والسلام، وهو يحذر من الشرك. فلا بد أن يكون هذا حال أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من بعده. على بصيرة فيها ثلاث شروط من شروط الدعوة: الحكمة ومعرفة حال المدعو والعلم الشرعي. ويبقى معنا من شروط الدعوة الشرط الخامس وهو الصبر، والدليل عليه سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: وسبحان الله، نزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وما أنا من المشركين، لأن من كون الشرك مسبة لله. فالموحد الداعية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والذي ينهى عن الشرك هو ينزه الله سبحانه وتعالى عن المسبة، ومن قبح الشرك كونه مسبة لله سبحانه وتعالى. فإن كنتم حقا أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وتحذر من الشرك. إلى هنا انتهينا في الدرس الماضي، الآن نبدأ بإذن الله تعالى في الدرس الجديد. نعم.
قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية تنطبق على كل من دعي وهو داعٍ مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. معنى الآية: أولئك الذين تدعونهم من دون الله من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة عليهم السلام والصالحين وكل من دعي من دون الله هو في نفسه داعٍ مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف تدعو من دون الله هؤلاء؟ أولئك الذين تدعونهم من دون الله هم في أنفسهم يدعون الله سبحانه وتعالى، فكيف تدعو من هو داعي مفتقر؟ استفهام إنكاري. أولئك الذين تدعون من دون الله، تدعونهم من دون الله. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. الثاني دعاء مسألة. دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر. مرأة تأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الولد أو تطلب منه إنزال الغيث، هذا لا يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي، فما بالك وهو ميت، شرك أكبر. الثاني دعاء من قادر فيما يقدر عليه بشروط أربعة: أن يكون حي لا ميت، حاضر لا غائب، قادر لا عاجز، وتعتقد أنه سبب. أعيد مرة أخرى: الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. الثاني دعاء مسألة، دعاء طلب، هذا ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، طلب الولد وإنزال الغيث. فيما يقدر عليه المخلوق قلنا يصح بشروط أربعة: أن يكون الطلب من حي لا ميت، حاضر لا غائب، قادر لا عاجز، تعتقد أنه سبب لا يضر ولا ينفع. إن توفرت هذه الشروط الأربعة صح أن تطلب شيئا من المخلوق فيما يقدر عليه. ومثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة. هذا الأخ غرق في البحر وينادي هذا على الشاطئ يقول: يا فلان أغيثني، يصح هذا أو لا؟ ننظر: حي، نعم حي، حاضر، نعم حاضر، ليس في الهند، معه الآن هنا على شاطئ البحر مثلا. قادر، نعم قادر، إما أن يأخذ زورق أو يأخذ شيء أو يتصل بالدفاع المدني مثلا أو خفر السواحل، صحيح. يعتقد أنه سبب، قال نعم أعتقد أنه سبب، لا يضر ولا ينفع، إذن يصح. لكن لو يطلب من ميت، يطلب من الولي الذي في الهند وهو مثلا في السعودية هنا، يعتقد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، هذا شرك أكبر. إذا مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بهذه الشروط الأربعة: حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. أراد بإيراد هذه الآية أراد أن يبين لك الشرك في الدعاء، وأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، والدعاء هو العبادة. والدعاء قلنا إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة. دعاء عبادة دعاء بلسان الحال، ودعاء مسألة دعاء بلسان المقال. دعاء عبادة دعاء بلسان الحال: هذا الأخ يصلي ويصوم ويطلق اللحية وقصر الثوب، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يطلب العلم، حاله كأنه داعي يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يدخل الجنة ويبعد عن النار، هذا دعاء عبادة، دعاء بلسان الحال. دعاء بلسان المقال يقول: اللهم اغفر لي ارحمني. الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء بلسان الحال. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين يوم عرفة إيش؟ لا إله إلا الله. هذا ذكر، ذكر ودعاء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ودعاء. نعم، قال: